اسيروتيك هارت ديزيز ار اورتيك ستينوزز اند بلموناري ستينوزز. ما تقصدش هنا الاورتيك ستينوزز اللي هو بتاع الرماد، لا ده عيب كله. خلي بالك البلموناري فالف ريرلي او تقريبا امبوسيبل ان يكون فيه روماتيك هارت ديزيز. يعني روماتيك فالفولر ديزيز ما بيصيبش البلموناري ارت. اذا لما تقول بالمونري ستيروزز ده لازم يكون حاجه كونجنتال، وذر ايزوليتد او مع اذر كونجنتال وذ اذر بروبلم زي مثلا الفرد. احنا هنا هنتكلم عن ايزوليتد لوحده بالمونري ستيروزز واورتي ستيروزز. خلي بالك روماتيك تعمل لي مايكروديرز ومايكروستيروزز وترايكاسبيد واورتي ديرز واورتي ستيروزز وما تصيبش البالمونري فالف. لو خدت بالك تقريبا ما فيش حاجه اسمها بالمونري ريجيرش، دي حاجه زي العطاء والخير الوقت. ما بتحصلش بالمونري ريجيرش الا ايانتروجين. يعني ايه حصل؟ سوري معلش. يعني الجراح جه يصلح بالمونري ستيروزز في الباب عمل فيه مشكله. يبقى اذا ما فيش حاجه اسمها بالمونري ريجيرش. بالمونري ستيروزز كونجنتال بالمونري، يا اما بلغر على مستوى البلغ، يا اما سوبرا بلغر فوق البلغ في بدايه البالمونري ارتري، او سب بلغر تحت البلغ شويه في البانديبلر بتاع الرايت فنتركل. الهيمودايناميكس بتاعته اوبستراكشن بلاد فلو فروم رايت فنتركل، وبيحصل فيه بريشر جرادينس اكوردنج للبالمونري بلغ، في فرق في البريشر قبل وبعد الاستراكشن. وطبعا ده هيؤدي الى رايت فنتركل هايبركل. الهيستوري بتاعه مايل اسيمتوماتيك سيفير ريلي قوي الحته دي، لو سيفير انف لو كارديك اوتبوت سيمتومز كارديك اوتبوت رايح لمين؟ رايح للنف. وبالتالي هيبقى في سيروزز ومانيفستيشن اوف رايت سايد هارت فيلير. باي انسبكشن يبقى في رايت فيلير هايبرتفي انسبكشن باي بيجن ولاقي ابيكس شيفتد شيفتد ايه؟ اوتور. والكارديو ثوراسيك اند الكارديو فرينيك اند هتبقى اكيوت ولا اوبيوز؟ اكيوت في الكتاب مكتوبه غلط، رايت فنتريك انا نبهتهم رايت فنتريك هايبرتروفي او انلارجمنت الكارديو فرينيك اند تبقى اكيوت، في الليفت فنتريكولر تبقى اوبيوز. في سيستريك ثريل، وقلنا نقصد بالثريل، الثريل ليست هو ايه؟ بالبابول ايه؟ ميرمر. جريد كام وانت طالع؟ جريد 4. اوسكالتيشن ديكريز سكند هارت ساوند، يبقى في وايد سبيتنج، احنا قلنا في نوع من الفيزيولوجيكال سبيتنج بيبقى وايد. ميرمر يبقى انجكشن سيستوليك ميرمر مسموع على السكند بنت اللي هي البلمونري اريا. وممكن لو هو ساب بالمونر او انفانديولر لازم يتسمع تحت شويه. هنكمل في البلمونري complication heart failure infective endocarditis. اي حاجه تنزلي في congenital heart disease حط infective endocarditis وافكت الكروس ثم ممكن تقول arrhythmia. investigations private ventricular hypertrophy prominent pulmonary artery post-systematic بعد الاستروز ممكن prominent treatment balloon bulboplasty treatment of choice او surgical bulbotomy. الكونجنتال اورتيك بقى سكيروزز عامل زي الروماتيك تقريبا بالظبط. برضه الافكشن يا بالجر على فيوجن للكاس بتاعت الاورتيك فالف، او سوبرا بالجر زي كوينيوم سندروم مثلا زي احد السندرومز، او سب بالجر هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوز. هنا الاوبستراكشن ليفت فنتريكل عايز يطلع الدم اثناء السيستول بيلاقي اوبستراكشن. يبقى ده وان اوف ذا بريشر اوفر لود ولا فوليوم اوفر لود؟ بريشر اوفر لود، ده في هايبر. طيب الفوليوم اوف بلاد اللي مش عارف يطلعه الكاردياك اوتبوت مانيفستيشنز هتبقى ايه؟ لو كاردياك اوتبوت. وبالتالي كل المانيفستيشنز لو كاردياك اوتبوت بتبقى موجوده زي سينكوبال اتاكس البرفيوجن البرين قليل. تشيست بين، تشيست بين. ممكن نقول ان افكشن لكورونري برفيوجن يعمل لنا القصه. Dizziness, dizzy and exercise intolerance. Very severe left sided heart failure in newborn. Examination general
سمول فوليوم البالس طبعا لان لو كان ده جوه الكوتشن عاليه لو سيستريك بلاد بريشر انسبكشن او بالبيشن ليفت انتيكولار هايبرتري وفي سيستوليك سريل الميرمر والسريل بتاعه على الاوتفيرست اورتيك اريا اللي هي السكند هاي اورتيك اريا والميرمر ده از هارش خشن وفي بدايه السيستول في بدايه ما بدايه الليفت فينتريك عايز يطلع الدم من ايه؟ من الباب الضيق بس ده الاورطه وده المحاور التاني بيبقى هارش فالصوت بتاع الميرمر بيكمل لقدام في علم الاصوات هو صوت لقدام اول حاجه طلع ايه؟ الكاروتيد فيروح مكمل الميرمر معانا الكاروتيد ويكمل كمان معانا السرير بتاعه ممكن يبقى ايه؟ على الكاروتيد سلكت البروباجيشن قلنا للايه؟ للنام برضه البروباجيشن بتاعت فين الفيكتور اندوكارديتس انفستيجيشن ديفرنت فيكتور هايبرتروفي بروميننت اورتا بوست ستيرويدك تريتمنت لو بريشر جرادينت اكتر من فات في بريشر اكتر من 50 ملم مركري يبقى في بالون فالو بلاستيك او سيرجيكال فالو ريبير اور فالو ريبير دي صفحه كده بس كنا ما قلناهاش المره اللي فاتت لان انت عارف كل الكارديولوجي في الجزء بتاعك. هنتكلم دلوقتي في الجينيتكس وهنتكلم على سنجل جين ديسكوردز. الانتروداكشن اللي هقوله ده از فيري امبورتنت وهيفهمك حاجات كتير يمكن كنت انت عمال تحفظها كده وخلاص. الانسان عنده 46 كروموزوم. يبقى 23 بير فاحنا عندنا 23 جوز في الكروموزوم الانسان بياخد نص الكروموزوم بتاعته من ابوه والنص من امه لان السبيرم والاوفا كارينج الهاف نمبرز اوف كروموزوم 23 كروموزوم من الاب وال 23 كروموزوم من الام عندنا 2 كروموزومز منهم مسؤولين عن السكس ديتيرمينيشن اكس اكس ان كيس اوف فيميل اكس واي ان كيس اوف ميل اللي بيحدد الجنين ده ذكر او انثى هو الراجل لان السبيرم ايزر 22 واي يبقى الجنين هيبقى ولد او 22 اكس او 23 يبقى الجنين هيبقى بنت انما الام كل الام فيها 23 كروموزومز 22 اكس لما هم يقسموا كروموزومز قالوا كروموزوم نمبر 1 ونمبر 2 بناء على ايه بناء على الحجم يعني اكبر في الاول خالص اكبر واحد ده كروموزوم 1 2 3 وهكذا عندنا 44 كروموزوم يعني 22 بير بنسميهم اوتوزومز يعني ما لهمش علاقه بالسكس ديترمينيشن ابدا وان بير يبقى وان مش هيبقى عندنا وان 22 بيرز يعني 44 وان بير اكس اكس لو كانت في ميل واكس واي لو كانت في ميل يبقى الاوتوزومز هي كل الكروموزومز اللي في جسمنا ما عدا السكس البير الوحيد اللي في جسمنا اللي هو السكس كروموزوم يا اما ذكر يا اما انثى. طب ايه هي الجينز؟ الكروموزومز ده الكروموزوم كارينج جينيتيك ماتيريال. الجينيتيك ماتيريال دي هي بورشن من دي ان ايه تبتدي الكودن وتنتهي الكودن. الانسان مثلا لو عنده جين ده بارت من الكروموزوم مسؤول عن تصنيع نقول مثلا الانسولين نقول اللي هو على الكروموزوم رقم 5 المنطقه دي. ده من ناحيه بابا من ناحيه مامته نفس الكروموزوم من الناحيه دي. التو كروموزومز قصاد بعض التو سوري التو جينز اللي قصاد بعض اللي هي بار من دي ان ايه اللي جوه الكروموزوم احنا عندنا مليونز اوف جينز. قصاد بعض اللي مسؤولين عن حاجه واحده بنسميهم الليلز. فدي كلمه عدت عليك وانت مش عارف معناها ايه. الليلز يعني هم اللي قصاد بعض اللي هيعملوا نفس الحاجه. نقول مثلا تصنيع الانسولين، تصنيع القلب وكذا. يبقى دول الليلز. يبقى دول دي جينز. بعض كورسبوندينج فور سيتسز اوف ذا سيم بروتين او نفس الفانكشن يعني.
لو هما شبه بعض متماثلين زي بعض بالظبط بنسميهم هومولوجس. حديش زي بعض. طيب لو هما مختلفين في الشكل بنسميهم ايه؟ هيتيروجس. يبقى تاني لو هما زي بعض بالظبط هوموجينس مثلا. لو هما مختلفين ده غير ده يبقى نسميهم هيتيروجينس. لغايه كده سهل. يبقى الجين بار والدي ان ايه اللي جوه الكروموزوم الاثنين قصاد بعض المسؤولين عن نفس الحاجه بنسميهم الليل. الليل دول نسخه من بعض يبقى هوموجينس او هوموجينس. ماشي. لو هما مختلفين هيتيروجينس. طيب لو هما مختلفين اللي هو ايه هيجيب لازم واحد فيهم هيرفع عن الثاني. ما هو في واحد فيهم الكاريير السنسز هو اللي هيبقى هو اللي هيكسب الثاني. يبقى واحد هيبقى دوميننت على الثاني. اذا واحد يرفع عن الثاني دي في حاله لو هما مش متماثلين مختلفين. طيب هو ده عادي يا صاحبي. يبقى هما لو مختلفين هيترون. واحد هيرضى عن الثاني هيبقى دوميننت. يعني ايه يرضى؟ يرضى يعني تكوين مثلا الالبومين ده هو اللي بقى مسؤول عنه مش الثاني. الثاني اللي هو الريسيسيف يبقى واحد دوميننت وواحد ريسيسيف. الريسيسيف مش هيظهر الصفه الوراثيه بتاعته الا لو لازم ايه؟ متماثل. يبقى لازم يكون ايه؟ هوموجينس او هومولوجس كروموزومز. لو زي بعض يبقى الريسيسيف هيظهر الصفه بتاعته. طب ده عادي. طب افرض بقى واحد فيهم شيء مش مظبوط، جين مش مظبوط والصفه الوراثيه السنسز ده هيبقى بايظ. على حسب بقى. على حسب هو الدوميننت جين شايل ديزيز ولا هو ريسيسيف جين. دوميننت قبل ما نتكلم على ازاي الديزيز بتظهر هي قصه ابتدت براهب اسمه مندل ده كان بيزرع حبات مزارع فاصوليا. فاصوليا ليها حبوب خضراء وحبوب صفراء. اسمع عشان النقطه دي مهمه. الزرع ده كله بيور هومولوجس وده كله بيور الاصفر والاخضر. قام هجمهم على بعض لقى كل الناتج الفاصوليا اللي نتجت دي كلها صفرة. قال لك ده الاصفر ده هو طاغي. الاصفر ده بقى اللي هو مهجر ما بين الهومولوجس اصفر والهومولوجس اصفر وطلع كله اصفر واستنتج ان الاصفر هو الطاغي. هجرهم مع بعض اصفر فاصفر بس مهجر. قام طلع ثلاث ارباعهم اصفر والاخضر ظهر تاني. هنا كانت المشكله بالنسبه لي. الاخضر ظهر تاني ايه؟ في الركن. مع مرور الوقت استنتج ان في حته الهيدروجينس والهيدروجينس وكده. طب نمسك الاوتوزوم الدوميننت. احنا هنمثل دي كابيتال بالدوميننت ودي سمول بالايه؟ والريسيسيف بالسمول. يبقى الاوتوزوم الدوميننت ديفينيشن dominant genes on the autosomes that express itself whether homozygous and I'm going to call it homozygous or heterozygous. Affected individual for autosomal dominant may be homozygous or heterozygous. يعني ده كده heterozygous ولا homozygous؟ heterozygous. أي disease ظاهرة بس صفة وراثية هتظهر ولا لا؟ هتظهر. طب افرض إن هو homozygous واحد منهم اذا فاكر هتظهر. يبقى كده ظهرت ده ديزيز احمر يعني ديزيز. ظهرت كده هيتيروزايتس ظهرت كده هوموزايتس. لا
لان هو دومينانت. Parents, one parent must be affected. لازم لان لو مثلنا يعني بالرغم ان الاوتوزومال دومينانت هيظهر من جنريشن
الجنريشن ما فجاه يلاقي ان هو ما ظهرش. يقول لك اوف فاريبل بنفيتس، يبقى برسنتج اوف بوبيوليشن في النيورو فايبروماتوزز بعض الاب عنده والعيال ما عندهاش، يبقى البنفيتس ضعيف. اما الاكسبريسيفيتي كل ده في الاوتوزومال دوميننت ديزيز، بس في الاكسبريسيفيتي ان عماله تظهر في كل جنريشن، بس فجاه تلاقي الكواليتي بتاعت الديزيز ضعيفه، يعني عنده ديزيز بس المانيفستيشنز مش عنيفه قوي. يبقى ده ويك اكسبريسيفيتي. يبقى فجاه نسبه حدوثه برسنتج يعني كوانتيتيف، اما اكسبريسيفيتي كواليتيف. دول من خصائص الاوتوزومال دوميننت جين، فاليبل فينيترنس اند فاليبل اكسبريسيفيتي. ودي لحظه ده اللي فسرنا ان ده اوتوزومال دوميننت، بيقول سكيب من جنريشن لجنريشن زي ما الدكتوره رسمت كده، ولكن فجاه ما ظهرش، يبقى البنترنس بتاعه ضعيف، او ظهر الديزيز خفيف يبقى الاكسبريسيفيتي بتاع الديزيز ضعيف. طب نمسك الاوتوزومال اساسا، الاوتوزومال ريسيسيف هنا بقى الديزيز ظاهر على الريسيسيف جين، القليل اللي قصاده دوميننت عليه. طب لو هو لو قلنا مثلا ادي دي سمول دي سمول ريسيسيف، خليني بس دي سمول دي سمول، ده شايل المرض، يبقى اذا ده ديزيز. انما لو في سمول شايله المرض وفي دي كابيتال دومينت عليها سليمه، يبقى مش هيك، ولكنه ايه؟ كارير جيناتيك، مقصود دي جيناتيك كارير. يبقى اذا الريسيسيف جين لو ديزيز ما يبانش الا لو هو هومو زايوس. لو هيجي له زايوس يبقى اكيد التاني دومينت عليه، يبقى الصدق بس هيبقى كارير جيناتيك كارير. سمول كابيتال كابيتال قصدك صح؟ يبقى واحنا بنتكلم عن الاوتوزومال ريسيسيف، ودي صح؟ دي ار 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 ريسيسيف جين اون اوتوزومز ذات اكسبريس اتسيلف اونلي ان هوموزايجوس. افكتد انديفيدوال ماست بي هوموزايجوس. بيرنتس بوث بيرنتس ار هيتيروزايجوس. هنتكلم بقى بوث بيرنتس ار هيتيروزايجوس ليه؟ الاساس الجين ظهرت له مين؟ كل ما هو وصل لغايه كبر واتجوز وهيخلف يبقى عاده هو كاري. يبقى لو قلنا دي كابيتال دي سمول كارير، دي كابيتال دي سمول كارير، ممكن تطلع لنا بقى الاوف سبرينج هيبقى عامل ازاي؟ خلي بالك هنا في دومينانت جين. لو نرجع لمندل، ارجع ارجع للصوت، لما هاجي الاثنين الاصل بيور هوموزايجوس اصفر، بيور هوموزايجوس اخضر، طلع كله اصفر سلام، نقول الاخضر هو اللي بايظ. لما هاجي الاصفر مع بعض اللي بقى الجيناتيك كارير، شوفوا بقى هيبقى ده اول حاجه دي كابيتال دي كابيتال، اول ده سليم ولا ديزيز؟ كارير؟ لا، لان هوموزايجوس. اللي بعده كارير سليم. اللي بعده لا، دي كابيتال دي سمول كارير وسيت. اخر واحده دي سمول دي سمول، وضحت يا جماعه. طب دي سمول دي سمول اعملي عليها دايره، كم برسنتج؟ 25%. عشان كده لما هاجي الاثنين على بعض في الاخر طلع ربعهم رجعوا تاني ايه؟ خد. يبقى اذا لو هما الاثنين كارير وبالتالي اقارب، وده اللي بتاع الجين حاجات، لان هما الاثنين شايلين ديزيز بالاساس الجين، عشان كده ده بتاع الكونسنجوينيتي. لو هما الاثنين هيظهر 25%. على فكره في نقطه مهمه وانت بتعمل جينيتك كونسلنج، لما تيجي تفهم عندهم انتظام الاساس الجين تقول لهم 25%، تقول لك 25% انا خلفت اول بيبي مريض، يبقى خلفت ثلاثه، يبقى اربعه هيظهر كانوا سلام. تقول لها لا يا حاجه، ده في كل حمل في كل تلقيح احتمال ان يبقى فيه 25%، مش بقى جاب التعين كده يبقى خلاص اللي بعده هيبقى سلام. في كل تلقيح 25 ربع احتمال، الربع ان هتجيلي، بنشوفها كتير قوي،
انا قالوا لي 25%، انا هخلف اربعه جبت واحد منهم اهو ايه بايظ، يبقى الثلاثه بقى هيبقوا سلاح. لا لا، بنشوفها كتير الحكايه دي. يبقى اذا يوري كل بريجنسي الاحتمال ان هو يبقى 25%. سكس ده اوتوزوم اسمه في البدايه اوتوزوم ريسيسيف، يبقى بص ار ايكوالي افكتد. الاوف سبرينج هوموزايجس بير. طب بقى عايزين نعمل هوموزايجس، هي كتبت هنا ايه؟ الاشع اللي هو الاخبار دومينت. طب لو هوموزايجس بير اب منهم امسحي كل واحده كده وابتدي بقى دي سمول دي سمول. نفس الفكره، دي دي سمول ودي دي كابيتال، صح؟ دي كابيتال مش دي سمول. دي كابيتال دي سمول. واحد دي كابيتال يعني دي كابيتال دي هرو. او دي كابيتال دي كابيتال دي سمول. نقول فيهم واحد دي سمول دي سمول. هوموزايجس بيرنس، بص النسبه هتبقى كام؟ طلعها. كده تمام؟ كله دي كابيتال دي سمول، دي كابيتال دي سمول، كله كارير. دي سمول ده ريسيسيف. ما هو هوموزايجس، ما يعني ايه؟ هوموزايجس بير يعني الاب والام هوموزايجس بيرز، الاليل زي بعض واتجوزوا بعض، يبقى اذا 100% 100% هيبقوا جيناتيك ايه؟ كارثة. انما الاكثر شيوعا هي الاكزامبل اللي هي ايه؟ رسمناها في الاول، الاثنين يجيلوا زايجس واتجوزوا بعض، الجين متشال على الريسيسيف سلام تماما فيزيكالي وفينوتيبيكالي ظهر 25% ريسيسيف جين. ده منظر الاوتوزوم الريسيسيف، الصورة اللي هي اللي رسمتها دلوقتي، الاثنين ايه؟ كاريرز. ظهر واحد ديزيز افكتد 25% و2% 50% ايه؟ كاريرز، واحد سليم تماما ار كابيتال ار كابيتال. Examples من الاوتوزومال ريسيسيف ديزيز، رينا بوليسيستيك كيدني، نيورولوجيكال فيرنين هوفمان ديزيز، ثلاسيميا والسيكل سيل انيميا والجلاكتوزيميا والتيروزينيميا، كل دي امراض اوتوزومال ريسيسيف. لو خدت بالك بصوره عامه الكلام اللي بقوله ده مش مظبوط قوي. الاوتوزومال دوميننت بتصيب تيشو او السكيلتال سيستم، نيوروفايبروماتوزز مش عارف يعمل ايه، سكوليوزز، الثانيه بتصيب انزايمز التايروزينيميا الجلاكتوزينيا، بس الكلام ده مش جنرال سبيك. طيب السكس لينكد بقى، مين بقى الاكس كروموزومز والسكس لينكد ديزيز؟ سكس لينكد ديزيزز احنا قلنا هوموزايجوس وهيتيروزايجوس. نمسك الولد والبنت، طيب لو في حاله في الايه؟ اكس اكس زي بعض، اذا نظريه الاوتوزوم الريسيسيف والاوتوزوم الدوميننت تنطبق عليها. لو هي شايله جين دي كابيتال دي كابيتال، فهي هي ايه؟ هي هوموزايجس دوميننت. لو هي دي سمول دي سمول هوموزايجس ريسيسيف. لو هي دي كابيتال دي سمول بقت هيتيروزايجس، لان عندنا اثنين اكس. انما الذكر بقى في مشكله، المشكله بتاعته نظريه دوميننت والاساسي دي مش موجوده خالص. ليه؟ لانه عنده واي وعنده اكس، يبقى بنسميه ايه؟ هيميزايجوس. هيمي كاري بقى دي كابيتال هي واحده بس، ديزيز ولا مش ديزيز مش هيفرق معاك، دي سمول وهي واحده بس. طب الراجل ده لما هيخلف يا اما هيدي سبيرم كاري واي كروموزوم هيبقى ولد، واكس كروموزوم بتاعته لا يمكن يديها لاولاده ابدا، هيديها بالضروره لبنات. يبقى هو لو شايل مرض على الاكس كروموزوم بتاعته هيديها لبناته، واخده بقى من امها حاجه ثانيه، طلعت ديزيز طلعت كارير مالناش دعوه.
انما الواي جينز دي بقى الاب للاب للاب سلسان ابوي من ناحيه الاب فقط. يبقى لو في جين على الواي كروموزوم ده واخده من ابوه وابوه واخده من جده من ابوه وجده من ابوه ناس نازلين ورا بعض يعني. يبقى اللي سهل مثلا ان الواي نيجيف جينز ده اول حاجه باس ان ذا مين لاين اكسكلوسيفلي مين لاين اونلي ذات ميك ابيرز اونلي ان ميل زي مثلا هيربن في ناس لما يكبر تلاقي يطلع له شعر في قدام ولا تطلع في قدام ده ابوه كان كده وجده كان كده وابو جده وابو كلهم ايه؟ اما الاكس لينك جينز مختلفه بقى شويه يا اما اكس لينك دوميننت يا اما اكس لينك ريسيسيف بس عندنا الميل هنا بقى هيمي زايدس الام تنفع تبقى هومو زايدس ولا هيتيرو زايدس انما الذكر هيمي شايل 1 اكس كروموزوم هنتكلم على الاكس لينك دوميننت وبعد كده الاكس لينك ريسيسيف X linked dominant. Dominant genes express itself whether females. هوموزايجوس ولا هيتيروزايجوس؟ ما هو الديزيز بتاع الدوميننت جين يعني اهو احنا بنقول اكس لينك دوميننت يبقى هيظهر بطل هوموزايجوس ولا ايه؟ هيتيروزايجوس دي كانت تركيز مفهومه ولا مش مفهومه؟ زي انا زي الاوتوزوم الدوميننت بالظبط الفيميلز عندهم اثنين اكس يا اما هوموزايجوس زايدس الميلز اونلي هيمي زايدس بيرنتس زي الاسطوره دول وان بيرنت ما فيها فاكهه سكس هيصيب الهيرو زايدس في ميل زي الاسطوره دول بالظبط الهيرو زايدس بس يصيب مشال على الدوميننت جين على الدوميننت يبقى اذا هيكس فيرتيكال برضه نو سكيبنج طب الاوف سبرينج هنا بقى في لخبطه شويه تعالي تاني كابيتال اكس سمول ديزيز ولا مش ديزيز؟ اوتوزوم دوميننت بنت ديزيز تاني واحد اكس دي سمول اكس دي كابيتال بنت ديزيز ولا ده دوميننت ديزيز؟ دوميننت جين ده دوميننت الجين ديزيز على الدوميننت جين ديزيز وذكر واي اكس دي كابيتال الذكر ديزيز والتاني نفس القصه اللي هم الهوموزايجوس والدوميننت ديزيز يبقى 100% كلهم ديزيز يبقى اذا لو هوموزايجوس في ميل كل خلفتها ديزيز ولد ولا بنت مش هتفرق معانا طيب شمالك يا اروى هنغير شويه وهنخلي الام دي سمول الأم هيتيرو زايدس ضيحة دي كابيتال دي سمول يبقى إذا
الذكر سليم، ليه الذكر سليم؟ الذكر شارك 1 اكس جين. يبقى اكيد سليم لان هو ميزايجس، يعني ما هيبقى ريسيسيف، اكيد هيبقى ريسيسيف. يبقى الذكر دي سمول واتجوز ام بيجيله زايجس كاري. الاثنين شكل الزلال. نبص هنا بقى. هيديله زايجس 50% ريكارنت ريسك اوف ايتش بريجنسي تو بي افكتد. تعال نشوف الافكتد شبه. ادي بنت ديزيز. بنت سليمه تمام. ادي ولد ديزيز، ولد سليم تمام. يبقى 50% هيبقوا مرضى. الموضوع سهل، انت لو تعمله مقص كده سوسيال بس انت تبقى فاهم يعني هيتيروزايجس ويعني ايه دومينانت ويعني ايه هوموزايجس ويعني ايه هيميزايجس ان كيس اوف مامي. طب دي الام الاكس كروموزوم بتاعها. لو البين لا استنى صح كله دلوقتي الذكر الولد اللي هو الاب اللي هو الهيميزايد هيميزايدس ديزيز يبقى شايل اكيد دومينانت جين ولا مش دومينانت جين؟ دومينانت، احنا بنقول دومينانت ديزيز اكس لينكد دومينانت يبقى لازم يبقى الاب ايه؟ ديزيز لانه هيميزايدس وحتى لو مش هيميزايدس ده دومينانت جين. ارسم لنا اب اكس واي دومينانت ديزيز هيميزايدس وام مثلا سليم. تعالوا نشوف البرسنتج هتطلع اول وقت ادي بنت اكس اكس دي كابيتال دي سمول. ثاني برسنتج اكس اكس دي كابيتال دي سمول. ثالث واحده اكس سمول واي. كل البنات مرضى لان هو بيدي الاكس بتاعته للبنات بس وكل الولاد سلام لان هو بيديهم واي. يبقى اذا لازم الاكس اللي هي تبقى عنده لو هو دومينانت كل البنات عيانين وكل ولاده سلام تماما. يبقى ده معنى كلمه لو هيميزايجس 100% اوف فيميل ده في الام سي كيو مهم اكس لينكد دومينانت في حالة الميل اللي هو الهيميزايجس 100% of his females the offspring بتاعه هيبقى affected. الميل ترانسميت ذا تريت all of his daughters but none of his sons. الكونسانجوينيتي not affected no carrier state. examples بتاعتها اكس لينك دومينانت فيتامين دي ديسنت ريزيستنت ريكتس كوز اسفاتينيك ريكتس حاجه اسمها ادورد تذكرتي سيندروم. طب الاكس لينك ريسيسيف The recessive gene express itself only in homozygous form. So recessive. If he means, عشان تبقى ديزيز لازم تبقى هوموزايجوس. ان هيم لا اي خلاص ده الريسيسيف جين ديزيز ده هيظهر عليه انه هيمي زايجوس. البيرنتس افكتد مين ماذر از اوبليكيت كارير هم كارير جيناتيك ريسيسيف affected female carrier mother and disease father. هنرسمها دلوقتي. السكس يجيله زايدس female carrier زي اي اوتوزوم زي اي اوتوزوم ديزيز more common in males. هنقول ايه more common in males. وتيجي نايت لايف يعني جاي من خاله ومن خاله ومن خاله هنرسم وهنفهم ليه. هترسم لنا هيجيله زايدس female carrier واب لازم يكون سليم تماما. تمام. طلع لنا بقى الاوفس بين كده. اكس سمول اكس سمول ماشي هذا ماشي لا صح كمل مش هسيبه كمل كمل طيب بقى
طيب يبقى الام هي ايه؟ بتديله زايتس جينيتك كانسر، اتجوزها وهي سليمه تماما. اتخدع فيها. قام ظهر ايه؟ اول حاجه اول بنت اكس بي كابيتال دي سمول جينيتك كارير بس سليمه، اعملها حاجه صح. بعد كده البنت دي سمول، دي سمول يعني البنت سليمه تماما، البنت البنت سوري ديزيز ديزيز لا مش مقشر اعمل اكس. يبقى ادي بنت ايه؟ مريضه ثم ولد سليم ثم ولد ديزيز. ليه الولد ديزيز؟ لان هو كان الام مريض. يبقى ده معنى كلمه لو يديله زايدس في ميل 50% منهم بيبقوا كاريرز، كان يكلم مريض. طيب دي مش الاكثر شيوعا، الاكثر شيوعا ان هي جوز ان لا في لقطه هنا يا دكتور. الولد اللي راجل دي كانت راجل سليم. عيني بقى. سيرة البروفايل بتاعتك. دي كارثة، دي كارثة سليمة. إذا أنت تحط على الكارثة. دي كارثة إكس دي سمول. دي مكان الأي دي صح؟ ثم إكس و إكس دي كابيتال و واي إكس واي دي كابيتال دي سمول ثم و إكس دي سمول دي واي. بتبعتوا في أي دي جديد ولا مع التذكرة اللي بتشتغل؟ في الأوف سبرينج طالع مع التذكرة. طب لو خدت بالك الريسيسيف الاكس ريتد ريسيسيف في الام هي هتديها لبناتها لاولادها، لو لولدها هيظهر على طول، يبقى هي بناتها بيبقوا كارير والولد يزيد، يبقى واخده من امه وبعدين لما يتجوز امها ترجع، يبقى ايه ده معنى كده ان هو بيجي من الاخوال من خاله من امه واخوها يبقى يزيد وبعدين امها وخلها كان تزيد وماشيين كده في الاكس لينك الايه؟ ريسس. يبقى في ميل من بيكارير في نوتيب تاني ميل نو كارير لان هو ايه؟ هيموزايتس يا ديزيز يا سلم. اكزامبلز هيموفيليا ايه؟ جي 6 بي دي دوشين وليش ميهان ايه؟ سندروم. يبقى كده احنا عندنا اوتوزومال دومينانت اكس لينك دومينانت واكس لينك ريسيسيف. Any diagnosis of single gene disorders by DNA. طب احنا بقى عايزين نشخص الحاجات اللي بنكتشفها. Prenatal. Prenatal يعني من قبل. Early diagnosis of serious disease giving a chance for early abortion. بس خلي بالك احنا دولة اسلامية. الحكاية دي for early abortion دي ما تنفعش معانا لان مش كل حاجة شرعا يصلح انك تعمل اظهار. الإطار شرعا لو البيبي مات قبل أمه أو في خطر يهدد حياة الأم. إنما لو الأم داون وعرفت إنك داون هنا برضه هنصطدم في الدول الإسلامية ومشكلة شرعية. ما ينفعش تعمل أبورشن طالما فايبل. يبقى فيتال دايجنوزز بره ممكن يعمل إيرلي أبورشن. امنع الصوت بس لو سمحت. ثم بري سيمتوماتيك دايجنوزز لسه السيمتومز في ما ظهرتش زي الهانتنجتونز كوريا. ده كوريا بتظهر في الادلت لايف وميت لسه ما هو طفل ما فيش سيمتوماتولوجي كتير. يوم انت بتعمل بري سيمتوماتيك دايجنوزز ان اوتوزومال دوميننت ديس اوردر زي المايوتينيك ديستروفي والكوريا. كارير ديتكشن. كارير ديتكشن زي الام جيناتيك كارير. عايزين نعرف هي جيناتك اللي كان ولا لا في اكس لينك انهيرتنس زي دوشين او هيموفيليا. كونفرميشن اوف كلينيكال دايجنوست. انا شخصتك ثلاثين عايز اعرف بقى انت ايه كان ولا 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 يبقى ايه هو كونفرميشن اوف كلينيكال دايجنوست. بيستخدموا الدي ان اي ستادي. موست دي ان اي ستادي اناليسيس تكنيكس ار بيرفورمد يوزنج بي سي ار بوليمريز تشين رياكشن. بي سي ار الاوز ماسيف
amplification of specific DNA عشان ايه يوصل للتشخيص. يبقى uses of DNA analysis confirmation of clinical diagnosis, detection of human carriers for X-linked diseases, detection of carrier autosomal recessive diseases, pre-symptomatic diagnosis, antenatal diagnosis, وبره ممكن يقرر يعمل فيها ايه abortion. دي abnormalities can be detected by abnormalities في DNA اللي هو portions من الكروموزومز, mutation analysis direct detection of the actual mutation causing the disease زي مثلا في deletion ولا في point mutation ولا في try repeat زي في fragile X إلى ما لا نهاية, كل ده mutation analysis. أو genetic linkage إن هو يستخدم genetic marker DNA sequence عشان يوصل للتشخيص. الموضوع اللي هنتكلم فيه بقى دلوقتي يمكن اكثر اهميه واكثر شيوعا اللي هو مالتي فاكتوريال جينيتك انهيرتنس. يبقى مالتي فاكتوريال او بوليجينيك انهيرتنس معناها ايه؟ معناها ايه يا دكتور؟ معناها ايه؟ تعرفي؟ لا اللي وراك انا لسه ما قلتهاش يبقى انت ما تعرفيهاش. طيب ركزي بقى عشان تعرفيها. يعني ايه مالتي فاكتوريال انهيرتنس؟ يعني كذا جين كلاسترز اوف جين ليها كيومليتيف افكت اثار تراكميه في الجينات دي كلها مع بعض بلس انفايرمنتال فاكتور عشان تظهر الديزيز الصفه الوراثيه, وده اكثر حاجه شيوعا واشهرهم الفي اس دي. الفي اس دي ده اوتوزوم ريسيسيف ولا كروموزوم دوميننت ولا اكس لينكد ولا حاجه, ده مالتي فاكتوريال ديزيز. يبقى ايه؟ كلاسترز مجموعه من الجينز بوليجينيك تواجد في الانسان ده زائد عامل بي يوم ظهر الجينيتك ديزيز ده. عامل بي بقى قول زي ما انت تقول اتعرضت لتراتيجين النمو داخل الرحم ده انفيرمنتال فاكتور قليل وات ايفر. يبقى اذا المونوزايجوتيك توينز اللي هم فول او اثر نصين جيناتك ايه؟ نسبة شيوعهم هتبقى ذا سيم ولا لا؟ ما هم شايلين نفس الجين. على حسب الفاكتور. على حسب اي فاكتور؟ انفايرمنتال فاكتور. يبقى اذا ده الديزيز الوحيد اللي في المونوزايجوتيك توينز نفس فولا بالظبط, هي فولا جنين متقسم نصين هم نفس جيناتك ماتيريال بالظبط. يبقى الكلاسترز الجينز موجوده في ده وموجوده في ده بس نسبتهم ار نوت ذا سيم. طبعا قريبه من بعض بس في نقطه سين, ده عدى في حته تحت اشعاع, ده عدى في حته لو تحت محول كهرباء ولا لا, ده كان بياكل كويس ده ما بياكلش كويس, في ما لا نهائي انفايرمنتال ايه؟ فده بعض امه كان الدم رايح له اكثر وده اقل, انت كل دي انفايرمنتال فاكتور. يبقى الديفينيشن اوف مالتي فاكتوريال بولجينيك انهيرتنس ات از انتر اكشن بين بولجينيك اند انفايرمنتال فاكتورز ات از ذا موست كومن مود اوف ترانسميشن ان جينيتكس. يبقى اللي عمل ايه هايلايت في ده؟ از ذا موست كومن مود اوف ترانسميشن ان جينيتكس. ليها خصائص معينه مختلفه شويه عن كل الكلام اللي احنا كنا بنقوله. اول حاجه فاميليا. ليه فاميليا؟ بتيجي في العائلات, لان العائلات شايله كلاسترز اوف جينز قريبة من بعض شوية, ويمكن كمان في المعيشة الانفيرومنتال فاكتور. هالسكس بريفلنس يعني هي بتصيب الاثنين الذكور والاناث بس تميل انها تمسك سكس محدد لاسباب غير معلومة. زي الهايبرتروفيك كونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك سكلوزز, عمال يرجع من بيليز وومنج من بيليز وومنج عند الولادة البايلوريك ضيقة بتيجي في الولاد, اليوم في الولاد أكتر من البنات. يبقى عندها هالسكس بريفلنس. Risk of recurrence is increased if the relationship to the affected relative is close. يعني لو كانت في ابوه ولا كانت في عمه اللي كانت في لو ابوه عنده يبقى احتمال الريكرنس ايه؟ درجه الغرامه اقل. Risk of recurrence is increased in consanguineous parents. برضه ليه؟ لان هم شايلين the same clusters of genes. Risk of recurrence is increased if the disease in the affected relative is more severe. يعني ايه؟ يعني هو ابوه جاله هيبقى واحد ابوه عنده هيبقى بايلوريك سينوزس والتاني واحد شديده جامده سيفير قوي واحد لا يبقى الريسك اوف ريكارنس عند جات له مور سيفير. ده هنا نقط مالهاش دعوه بالاكس بالمندل ثيوري خالص, ان هي جات له شديد جامده يبقى سيفير, يبقى اذا احتمال انه يجيب بيبي اعلى من التاني.
risk of recurrence is increased if more than one close relative is affected. يعني ابوه عمه والتاني بس ابوه بس يبقى ده risk of disease. مفهومه طبعا احنا كده بقى شرح. risk of recurrence is increased if there is affection of the less frequently affected sex. امسك الكونجنتال هايبرتكتوز هي تجيب لي انها تيجي ايه؟ للولاد. جت فوق الست اللي جالها ده less prevalent sex يبقى احتمال اعلى انها تجيب ولد عنده ايه؟ congenital hypertrophic parathyroidism. The rate is in monozygotic twins is not 100%. هنا بقى الـ environmental factor اختلف يبقى من 20 to 60%. اما لو هما dizygotic twins يعني زي اي sibling زي اي اخوات الـ risk is 2 to 4%. دي نسبة المعتاده بتاعتها اللي هي حوالي 4%. لو حد جاله دي اس دي احتمال ان يجي له ابنك اسمه كام؟ بيقول 4% مع كل حمل. Examples for general hypertrophic synosis, talipes, talipes ده بتبقى الانتي كاب, congenital hip dislocation, cleft lip, cleft palate, بي اس دي, congenital heart disease على راسها. يبقى ايه كوز جيناتيك كوز مالتي باكتيريال انهيرتنس في البي اس دي اكواير زي دايابيتس ميليتس اوبيزيتي هايبرتنشن ابيليبسي اسما جلوكوما اند ديبريشن. جيناتيك كونسلنج باختصار اخر سلايد ذا بروسيس اوف جيفينج ادفايس تو بروسبكتيف بيرنتس ناس هتطلب العجواز او اتجوزت ولسه ما خلفتش انت تديله ادفايس كونسيرنينج ريسك اوف جيناتيك ديس اوردر ان ا فيوتشر تشايلد. ايه هي الاهداف بتاع جينيتك كونسلنج؟ اول حاجه كوبريت دايجنوز اوف جينيتك ديزيز، انا عايز اعرف هو ايه بالظبط. يبقى ده هدف. تاني حاجه ان انا اقول الريسك اوف ريكارنس، هيقول لي طب احنا انتوا دلوقتي شايفين احتمال كام؟ نقول لهم انك لو كروموزوم ديس اوردر كروموزوم 1% زي داون مثلا. مالتي باكتيريال انهيرتنس 2 ل 5%، اوتوزوما ريسيسيف 25 لما قلنا الفاصوليا والبيسيت 25% في الاوتوزوم ريسيسيف هتظهر ايه؟ دي لو هما كانوا اوتوزوم دومينانت 50%. كوميونيكيشن وذ ذا فاميلي ديسكاسينج اوبشنز فور مانجمنت اند بريفنشن. طب نعمل ايه يا دكتور؟ ايه اللي تقول له الاوبشنز بقى؟ تعمله كونتراسبشن بره يتبنى احتمال عالي 50% تتبنى تعمل مش عارف ايه. طب ايه رايك يا دكتور ممكن تقول لهم مثلا لو انت بره يحملوا تعمل كلينيك فيلا سامبلينج لو تأسيس تعمل ابورشن يبقى انت بتدي اوبشن فور بريفنشن اند اوبشن فور ايه مانجمنت. يبقى ده جولز اوف جينيتك كونسلنج كوريكت دايجنوزس وريسك اوف للديزيز ريسك اوف ريكارنس كوميونيكيشن وذ ذا فاميلي بيديهم اوبشن فور مانجمنت اند بريفنشن.